بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. اليوم راح نقدم لكم الموضوع تاع الكورونا. اليوم راح نشرحه فقط، وقد نفوته لكم PDF نشرحه برك، ما راحش نحله، علاش الحل راه موجود في القناة. دوك نشرحه، نعاود نشرحه باش يتسنى الأمهات يفهموا أولادهم، ونفوته PDF. راه PDF في صندوق الوصف. اللي تقول لي أستاذة ما لقيتهش، راه في صندوق الوصف PDF. روحي لصندوق الوصف تلقيه، راني دايرته تما. حمليه وخرجيه الابنة تاعك. نروح مباشرة للنص، نعاود نقرا. لو كورونا فيروس، لو كورونا كوفيد 19 est un virus très contagieux qui circule dans plusieurs pays du monde. C'est un microbe invisible à l'œil nu. يعني أن كورونا هو فيروس معدي جدا، يدور في كثير من بلدان العالم، وهو ميكروب غير مرئي بالنسبة للعين. Généralement, le corona fait tousser, éternuer, il donne de la fièvre, de la fatigue et peut aussi provoquer des difficultés à respirer. يعني بأن في العموم هذا الكورونا فيروس واش يدير؟ يدير السعال، ويدير العطس، ويدير الحمى، وكذلك يدير الفشلة العيا، واوسي يستدعي بعض الصعوبات في التنفس. طبعا كل غالبية العائلات الجزائرية عانت من هذا الكورونا فيروس وتعرف هذا الأعراض. Les médecins conseillent aux gens le port du masque et le respect de la distanciation pour éviter la contagion. يعني أن الأطباء ينصحوا الأشخاص بارتداء الواقي لابافات، وكذلك احترام مسافة التباعد. Le respect de la distanciation يعني التباعد بين الأشخاص. علاه؟ باش pour éviter la contagion، باش العدوى ما تنتقش. Les médecins et les chercheurs travaillent activement pour trouver un vaccin contre le corona. يعني أن العلماء الباحثين والأطباء راهم يخدموا بكل فعالية من أجل إيجاد لقاح لهذا الفيروس. الأسئلة تاع الفهم، وأسئلة تاع لا برودكسيون. كي نبدا بأسئلة الفهم، كومون سابيل لو فيروس دون بارل لو تكست، كيسموه هذا الفيروس اللي يهضر عليه النص. نيمرو دو، بوركوا لي ميدسان كونساي او جون دو بورتي ان ماسك، علاه الاطباء نصحوا الاشخاص باش يرتدوا الواقي. تروف دون لو تكست ان ادفيرب، خرج من النص حال. انكادر لو سي سي دو مانيير اي انتور لو سي سي دو بوت دون لا فراس سويفونت، في اطار دير سي سي ام وحوط على كومبليمون دو سيركونسون دو بوت. في الجملة الآتية، لي ميدسان اي لي شيرشور ترافاي اكتيفمون بور تروفي ان فاكسان. هاد الجملة راه فيها سي سي ام، ديرها في اطار، وفيها سي سي بي حوط عليه. نكمل لا كيسيون نيمورو 5. طبعا الحل راه في الفيديو السابق، الحل راه في الفيديو اللي درت فيه اول مرة هذا الفيديو تاع كورونا. كونجوغ لو فيرب بروتيجي دون لي تون دوموندي. هاد لو فيرب صرف عليه في لو فيتور سامبل افيك لو برونون جو، و ا لامبارفي افيك لو برونون جو. وكيما راك تشوفو بروتيجي سي ان فيرب دو برومي جروب. طبعا اليوم راني دارت لكم هذا، راه ما فيش الحل، الحل راه في الفيديو الاخر. اللي بغيتي ولدك تخليه يحل، تروحي تخرجي له من PDF يحله، ومن بعد تروحي تشوفي كي جوست ولا والو الابن تاعك في الفيديو اللي درته من قبل. نيمرو 6 ري كري سو كي سوليني او فيمينا بلوريال، يعني الكلمه اللي راني مسطر عليها حولها لو فيمينا بلوريال. اي لي فيير دو سون ترافاي، راه فرحان بالخدمه تاعها. ريغاردي فيير سو تيرمين بار اي او ار، هنا عندي ال افيك اس. واش معناها؟ معناها هذا الصفه ها هنا حولها لي هنايا في المؤنث الجمع. واش نزيد لها في المؤنث اولا، واش نزيد لها في الجمع ثانيا، يعني نحولها لو فيمينا ومن بعد عاد لو بلوريال. هذه هي الاسئله تاع الفهم. الان لا برودكسيون اكريت، طبعا انا قحد لو سوجي تاع لاش عندها علاقه بلو ميتي تاع لو ميتسان. حتى كورونا كانت كاتاستروف ناتيغال، كانت كارثه عالميه، ان كاتاستروف مونديال. وشكون اللي تلقاها؟ تلقاوها الاطباء. يعني حتى هذا السوجي ينفع يكون امتحان ثاني، وينفع يكون امتحان تجريبي.
Rédige un texte de 4 à 5 phrases pour parler d'un métier que tu aimerais faire quand tu seras grand ou grande. يعني اكتب لينا فقرة من 4 ل 5 جمل على مهنة باغي تحب انك تمارسها كي تكبر ولا تكبري. Conjugue les verbes au futur simple, طبعا المستقبل. Et utilise la utilise les compléments de but, يعني استعمل pour ou جملة وراها. Et n'oublie pas les majuscules, la ponctuation et aide-toi de la boîte à outils et suivant. Voilà. Aussi, je n'oublie pas d'utiliser le pronom je. لاخش انا اللي راني نتحدث ليلاف هو اللي يتحدث على على كيسموها على المهنه تاع المستقبل تاعها. عندي هنايا المهن طبعا دائما عندها علاقه بالكوارث الطبيعيه. عندي ان بومبي ان دكتور ان اوبيتال ان يونيفورم ان كاسك ان شيان ان انفيرميي لي بليسي لي مالاد لي اوردونونس لي تريتمون لي ميديكامون لي اكسيدون لي انسوندي لي ترومبلومون دو تير لي كاتاستروف ناتشورال اتر سورفي سواني شيرشي ايتيندر ايكريغ ايتيليزي ترافايي بورتي كاسي ايدي بور سوفي لي فيكتيم داكسيدون pour soigner les malades, pour secourir les gens en danger, pour organiser les secours. هذا كل هذا c'est un complément de but. هذا complément de but. ها هنا مكتوب حنايا complément de but. علاه complément de but؟ على خاطر عندها قدامها pour. هذا راه سهل من اي وضعيه اخرى. الحل كما سبق وقلت لكم راه في الفيديو نتاع كورونا. انا ديجا درت الفيديو تاع كورونا بصح ما حملتهش بي دي اف. ضاع لي البرنامج اللي نحمل به راه تسجل دوك باذن الله تعالى. دوك ندير لكم بي دي اف ندير لكم في صندوق الوصف. روح لصندوق الوصف وعاود ارجع للشرح وروح له وحدك ومن بعد ارجع للفيديو الاخر باش ديروا باش دير له لا سويسيون. شوف لا سويسيون شوف روحك راك جوست ولا والو واش خاصك ولا واش. بالنسبه للامهات اللي عندهم اللي عندهاش تساؤل تحطه لي كومونتير ونجاوب عليها. طبعا كثير من الاسئله راها عندكم. النصيحه اللي نقدمها للامهات انسيستي سيغ لو بروجي نيميرو 1 في الشهاده ولو بروجي نيميرو 3 على بال الامتحان الثاني والامتحان التجريبي. الامتحان التجريبي ممكن يكون شامل, ممكن يكون فيه بروجي 1 ممكن يكون بروجي 2 ممكن يكون بروجي 3. الامتحان التجريبي يكون شامل كيفاه الشهاده. بصح تاع الفصل الثاني هي اللي كاتاستروف ناتشورال. في اخر الفيديو نتمنى لكم النجاح لكم ولابنائكم والتلاميذ التوعي. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.